فيش حدث الا وكون موجود. دور كبير جدا لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، سواء في يعني في الانجازات، سواء في تقليد الابطال بالميداليات، وايضا بيشهد عصر تاريخي ايضا للدوره المصريه وايضا للنادي الاهلي في البنيه التحتيه. معالي الوزير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. فتره من ازهى العصور اللي بتعيشها الرياضه المصريه، سواء على مستوى الانجازات، انديه، فرق، العاب فرديه، وايضا بنيه تحتيه. الحمد لله النهارده ببارك للنادي الاهلي على يعني التفكير والانجاز والعمل ببنيه رياضيه كبيره هتضاف الى شكل البنيه الرياضيه المصريه وتطويرها في مصر الجديده، اللي شكل الرياضه فيها انشاء، شكل الرياضه فيها بطولات، شكل الرياضه فيها تطوير اختلف، بس اخذ شكل الدوله المصريه في تطويرها وانجازاتها حتى تحديها. النهارده الحقيقه سعيد جدا بالمفهوم والتصور والعمل والموديل اللي موجود، انه بيحقق رؤيتنا الاقتصاديه ان احنا ندفع للانديه ان هي توجد مصادر تمويلها، تنشئ، لان عندها مهام كتيره على المهام القاعده الرياضيه اللي موجوده، لان بتمد المنتخبات، القاعده الاجتماعيه والمجتمعيه اللي موجوده، التثقيفيه، لكن كمان الانشاء والتطوير ده شيء مهم جدا. احنا النهارده شفنا موديل جديد، احنا الحمد لله قدرنا مع النادي الاهلي نشر ثلاث شركات طبقا للقانون، واحدث شركات النهارده مع تحالف وبزنس موديل علشان تنشئ هذه المدينه الرياضيه الخاصه بنادي الاهلي. الحقيقه ده شيء مشرف جدا، اضافه كبيره جدا للمنشا الرياضي المصري. معالي الوزير، البدايه كانت من راس الدوله المصريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنيه التحتيه بالاهتمام والارتقاء بالرياضه المصريه. البدايه كانت من تدشين المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه. النادي الاهلي ودوره ان هو يسير في خطوط متوازيه مع الدوله المصريه، اعتقد هو ده المضمون اللي حضرتك وجودك في مسؤوليه وزاره الرياضه والشباب والرياضه، هو ده المضمون اللي يعتقد كل الانديه تسير على نفس النهج. حق وتصور مظبوط، لان زي ما قلت لحضرتك احنا بنيه الانشاءات الرياضيه اختلف شانها وقدرها، وده بينعكس على منتخبنا وثقافتنا ورياضينا. لما يطلع مفهوم متوازي لنادي اهلي، النادي الاهلي في قانون نادي اهلي، يعني النادي المشهر يعني بالنسبه لينا، النادي الاهلي يخرج هذا المفهوم الحقيقه. واحنا من فترات ستيب باي ستيب عملنا الشركات عشان يحصل تلاقي في هذا المضمون، هياخد تطوير الشكل المصري، لان اضافه للاسطول الرياضي المصري في المنشأ في الاستاد، قابلية ان احنا نستضيف احداث عالمية بيضاف الى اسطول الرياضي المصري، منشأ جديد ومنشآت مكملة في الرياضة بعلمها. احنا دلوقتي بنقول سبورتس ساينسز او علوم الرياضة، بنقول سبورتس ايكونومي، لينا بقى مسميات اللي هي بندير فكر منتج رياضي بالشكل ده. هو ده نموذج كبير جدا لشكل الفكر، انه يكون عندي كومبلكس او مجمع في مستشفى ولها مستهدف اقتصادي خدمي، يكون في قاع تعليمي لها مستهدف اقتصادي استثماري خدمي، والكور اللي هو يعني الاستاد. فيعني تكامل كده اقتصادي لمنشأ شكل الدوله المصريه. اخيرا معالي الوزير، في وجود الدكتور اشرف صبحي على راس وزاره الشباب والرياضه، اعتقد كل شيء بنحلم بيه في الرياضه موجود. يعني الدكتور اشرف ساعد في امور كتير جدا، شفنا اوجه كتير جدا للرياضه المصريه، سواء في الاستثمار، سواء في استضافه البطولات، سواء في البنيه التحتيه. اعتقد انت بتقول للانديه كلها وبتقول لهم كلهم انا معاكم، كملوا واحنا معاكم والدوله المصريه معاكم. جدا جدا، وده خلانا في الفتره دي يعني فتحنا طلاقه للانديه. حجم القطاع الخاص اللي اشتغل معاها في الانديه الرياضيه 7 مليار جنيه في طبعا عشان ادينا له الطلاقه وادينا له الابروفد وشركات خدمات رياضيه، وفي مراكز الشباب 4 مليار جنيه. فلما يعني يحصل نموذج تاني جديد ان هو يعني يعمل مشروع متكامل، بنقول له احنا بنسهل ومعاك، واحنا الجزء الحكومي بيقول لك جو اهيد. يعني اخر ما يشغل بال المنتخب المصري، الامر المهم جدا، كنت شاهد وعشنا فرحه مع النادي الاهلي مع نادي الزمالك، المنتخب الاهم وكلنا مستنيين هذا الامر. ثلاث مراحل ورا بعض فرحنا جدا، يعني ليله كانت جميله بفوز نادي الزمالك بالكونفدراليه، وقلنا احنا نستنى اخر الاسبوع او يوم السبت النادي الاهلي. الحقيقه كنا موجودين لغايه اخر لحظه، فرحنا فرح يعني كبير جدا، وقلنا هننتظر بقى المنتخب. دي المحطه الثالثه ان شاء الله رب، يعني ربنا يفرحنا كلنا، يفرحنا بالمنتخب. المنتخب رمز يعني مكمل للكره المصريه، لان دي تصفيات كاس عالم، وبعدين منتخب اعداده علشان 2025
في كمان كاس الامم الافريقيه وما بينهما المنتخب الاولمبي. الكره المصريه يعني يا رب دايما تفرحنا. يعني دكتور اشرف صبحي فترته فتره ذهبيه وتاريخيه في عصر الرياضه المصريه، كم التقليد للانديه وللابطال هو رقم لم تشهده مصر في على يعني في الرياضه على مر التاريخ في عصر الدوله المصريه. بلدنا الفترات السياسيه تحت امر بلدنا، تحت امر قيادتنا السياسيه الحقيقه، مع تحدي كبير الدوله المصريه بتقوم بيه في ظل تغيرات كثيره، يعني ربنا يعني يكرم بلدنا دايما بشبابها وبرياضيها وبيكم الاعلام المصري. حضرتك الحديث بس كان لازم ندي لك حقك النهارده معالي الوزير. بشكر حضرتك جدا.